الرئيس الغانم يؤكد أن حماية الأمن القومي للكويت تتطلب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، ويكرم الطلبة الفائقين في الجامعات البريطانية. وزير الداخلية يتفقد الأجهزة الأمنية في مطار الكويت للوقوف على مدى جاهزيتها، ويؤكد أن المتقاعس لا مكان له في الوزارة. تواصل الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى، وحكومة الاحتلال توافق على قنص راشقي الحجارة الفلسطينيين.